إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى ظمئت، فمن ذا الذي تصفو مشاربه؟ القذى يعني الوسخ، وأظن واحدة من أهم طرق الوصول للراحة النفسية استيعاب القانون ده، أن حياتنا كلنا حتكون فيها الكثير من القذى، الكثير من الآلام، سواء الجسدية، النفسية، الصحية، المالية، كل واحد عنده مشاكله. هتقولوا بس إحنا بنشوف الناس في السوشيال ميديا مبسوطين ومهيصين. الناس اللي في السوشيال ميديا بيصور لك ساعة ساعتين من حياته، ما أنت شايف 22 ساعة الثانية. ما في إنسان ما عنده آلام، حتى لو لم يظهرها للناس، سواء في السوشيال ميديا أو في الاجتماعات شوفوا قاعد يضحك، ولكن في داخله في كمية من الآلام لا يعلمها إلا الله. وهذه واحدة من مشاكل السوشيال ميديا بالمناسبة، أن الواحد بيشوف حياة الناس ويحسب أنه حياته غلط، يقول كل الناس مبسوطة إلا أنا. لا يا سيدي، أنت ما فيك شيء غلط، كلنا عندنا آلام، ولكن السوشيال ميديا لا تظهر حياة الناس كلها. حتى كمان المتزوجين مثلا، مو بتشوفوا أحيانا مثلا اثنين متزوجين في السوشيال ميديا مبسوطين، واو هذه الحياة الزوجية الرهيبة ما في زيهم، وبعد أسبوعين ثلاثة يتطلقوا. طب كيف صار كده؟ لأنه ما أنت شايف حياتهم الثانية اللي خارج الكاميرات يعني. فالشاهد ففهم القانون هذا، وأنه هذا قانون سواء عجبنا ولا مو عجبنا، زي قانون الجاذبية، ما حتقعد والله تحلل أنا ماني مقتنع وما عجبني قانون الجاذبية، لا هذا قانون. وكذلك قانون أنه الحياة عبارة عن آلام، يعني هذا طبيعة الحياة كذا ربنا خلقها. أول خطوة للسلام الداخلي قبل ما كيف يكون رد فعلك تجاه هذه الآلام وكيف تعالجها وكيف تخففها، أنك أول تتقبلها وبعدين تشوف طيب أوكي هذا واقع، هذا حصل، كيف الآن ممكن أتعامل معها بشكل يخففها. طبعا للتوضيح، أنا ماني ضد فكرة أنه الناس تظهر يعني الإيجابيات في السوشيال ميديا وفرحهم وبسطهم، حتى المتزوجين أظهروا أشياء كويسة، ماني ضد الموضوع ده، بس أنا ضد أنه لما إحنا نشوف الأشياء دي نتوقع أنه هذا يمثل كل حياتهم وتمثل كل نفسيتهم، وبتجينا بالتالي إحنا ضغوطات نفسية بسبب ده، لما نحسب أنه إحنا فينا مشكلة. فأظهروا بالعكس، انبسطوا وطلعوا السوشيال ميديا وأفرحوا كده، ولكن أفهموا أو الكل. وعلى نفس الموضوع ده، لما واحد يتمنى أنه يكون يحيا حياة شخص معين، لا تتمنى أنك تحيا حياة شخص آخر، لأنك ما أنت عارف آلامه هذه تقدر تتقبلها ولا لا. حتى لو أنت شايفه غني وكويس ومبسوط، ممكن يكون يعني عنده ألم صحي جسدي ما تطيقه أنت لو جاك، ممكن يكون أولاده مبهدلين وجايبين له العافية، ما أنت ما تعرف. لا تتمنى حياة شخص أبدا. ترى الإنسان أسرار، كل إنسان فينا في كمية من الأسرار في داخله ما أعلمها إلا الله. أوكي أتمنى صفة معينة، مثلا نقول أبغى أكون مثلا عندي فن الإلقاء حق ده، أو أبغى أكون مثلا عندي تنظيم الوقت عند فلان، أوكي صفات معينة، بس إنه أبغى أكون فلان